أنا فما حديث شريف يقول معنى إن جاءتك قطعة عمياء معنى إلى بيتك وجبت عليك نفقتها، وجبت عليك نفقتها. أذي حب، عندي حب كبير برشا ليهم، فهمت؟ نبكي كي يموت قطوس يأكل يشرب، ولادي يحبوه برشا، يبدأوا يتعاركوا عليه في الليل شكون بيشرقد بحذاه، فهمت؟ فرض روحه برشا في الدار، عمل لنا جو ما تصورش معناها كمية الحب اللي عنده كيفاش، قسم بالله. رينيك تدور في يدك قطوس، شو اسمه؟ اسمه فانتا. قديش عندك مربية؟ أنا ما عنديش برشا، ملي خديته أدوبسيون من الفيسبوك، واحدة هبطته على الفيسبوك قالت شكون تلهي بيه والكل. قلت لها ما يسالش، مشيت جبته من دندين، قالت لي عنده مشكلة في عينيه. بون مشيت هزيته، أنا عملت له كونسلتاسيون عند فيتو والكل، قال لي راهو تريزومي 21، الحالة دي تصير في 100,000، ما نعرفش قداش، ما تصيرش ديما، فهمت؟ صافا الحمد لله. انا خاطر ابارو هو عندي قطات سخرين، ناخذ كين ليكا سوسيال، عندي اللي ساقيها مقصوصه، عندي لي ميراج، عندي كلي اكسيدونتي في الشارع، فهمت؟ ما نجمش ياكل في الشارع، او كنعاونوا في الدار والكل الحمد لله. صافا عايشين معايا لاباس، انا يعرفوني راهو في بير البي، يعرفوني نحب الحيوانات، نوكل الكلاب الشارع، الحمد لله لاباس، حاجه من عند ربي هذيا وكهو، فهمت؟ هو يتعايش اكثر فيه كيفاش ياكل يشرب. ليسونسييل انا مسنسته في الدار، مثلا وين يعمل بوزوان نتاعو، وين ياكل والكل، يمشي بالحاسه نتاعو، فهمت؟ سنسته من قبل ما يولي مع شي راجل؟ لا اي صحيح، سنسته مثلا يمشي البلاصه هذيك يمشي لها بالحاسه نتاعو، فهمت؟ ياكل يشرب، ولادي يحبوه برشا، يبداو يتعاركوا عليه في الليل شكون بيشرقد بحذاه، فهمت؟ فرض روحه برشا في الدار، عمل لنا جو ما تصورش معناها كمية الحب اللي عنده كيفاش، قسم بالله. أنا ديجا خرجت اليوم خاطر عنده كنترول، فهمت؟ عندي طبيب في باردو، أنا هزيته له وعمل له يقطر له في عينه والكل، الحمد لله لاباس، هكا ترى فيه يعمل في دوره. سبحان الله، لقطات صحتك تبدا معناتها حالتك النفسية تعب، تحسهم يجبدوا لك الطاقة السلبية. ينحيوا الطاقة السلبية، يعطيك الصحة. علاش هو فك بلاط حاجه في الحكايه، حتى نبدا كامل ستريس نتاع الدنيا والكل ومشاكل ساعات وحكايات، اقسم بالله يعمل فازه كيف في الدار يضحكني، فهمت؟ وهما حتى في الدين بتاعنا فما حديث شريف يقول معنى ان جاءتك قطعه عمياء معنى الى بيتك وجبت عليك نفقتها، وجبت عليك نفقتها، معناها انا فرحانه برشا بالشيء اللي نعمل فيه الحمد لله يا ربي، فهمت؟ اللي تعملوا معناتها يرجع لك نهار اخر حاجه بي. ميرسي بوكو. انا مش معناها عملتها باش نلوج اجري عند ربي، نعرف اخرى بيد ربي نهار اخر. هم عباد راهي بالحق تحب الحيوانات هكيكا، هذايا حب، عندي حب كبير برشا ليهم، فهمت؟ نبكي كي يموت قطوس، عندي لحد اللي فات مات لي قطوس 7 سنين معايا، قتلوا له الحلالف نتاع الجبل، نسكن تحت جبل بوقرنين، ما تصورش لتوا مريض عليه، مشيت دفنته في الجبل، دفنته وكل يوم نمشي للبلاصه المدفون فيها ونبكي 7 سنين مش شويه. الحمد لله ربي سبحانه ربي راهو خلق كل شيء، خلق الكائنات، خلق النباتات، خلق الحيوانات، خلق الانسان، هما زاد خلقهم ربي، الحمد لله ربي معناها حطني انا في ثنيتو وهاك عايش فرحان لاباس عليه، ماكش ترى فيه لوج له في قطوس شيخ لوج له في قطوس رفيق، انت مكشخه وظالي حتى هو مكشخ وليدي عاملين فيه هاك لبسوه كشكول، هاك اندرجني نهار طلع بالترجي يعملوا فيه لبسوه يهبطوه على انستغرام، فهمت؟ الحمد لله هاك عايش لاباس، الحمد لله ان شاء الله. حاجه واحده برك انا نطلبها بالله، الناس اللي يتفرجوا فيا ويسمعوا فيا، بجاه ربي بجاه ربي نطلب منكم حاجه واحده، ريت الدنيا دي ما هيش دائما حتى حد، نقص شوي من قتلين الحيوانات. كيفاش باش نقول لك انا شنو توصل الميساج اللي توصلوا للعباد اللي قاعدين يقتلوا في القطاط استقام طايشين في الشارع الكلاب؟ يعطيك الصحه، اسمعني على الشكل ما في حتى حاجه، انت فوعد باش دور على شكل البوبيلا وترمي ياك المقرونه وك الحاجه، حط هاك الساشيه هذيك القطاط ياكلوها، ما يسالش ربي رزق، ربي راهو يرزق الناس كل، يرزق حتى يرزق كائنات تحت 7 ارض يرزقهم ربي، ميساج ما فيها باس، تدخل قطوس من البرد، قطوس مضروب تشوف حتى تكلم شكون يهزوا باش يداويه، انت ما تسممش عليه، خلقهم ربي راهم هما كيف ما خلقنا نحن خلقهم هما زاده، وما من دبه على الارض الا وعلى الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها، هذه في الصوره موجوده ما جبتهاش انا من راسي، فهمت؟ الور نكونوا رحيمين، رانا خلقنا ربي، راهو ربي سبحانه قال اني جاعل في الارض خليفه، شكون الخليفه؟ مو الانسان ولا علاش انت؟ لا تاخذكم بهم لا رحمه لا شفقه يا رسول الله، على الاقل شويه تحرك الاحساس نتاعكم،
راهي بكمة، راهي بكمة ما تتكلمش، ما تنجمش تدافع على روحها، فهمت؟ أمان أمان إن شاء الله صوتي يوصل، فهمتني؟ أسخفوا على البكمة، حبوها، راهي أقسم بالله نهار آخر ربي سبحانه راهي هي نهار آخر تجي وقت اللي ربي باش يحاسبنا، تجي وتقول الإنسان هذاك عمل لي الباهي والإنسان هذاك عمل لي الخايب، ومن بعد تولي تراب. يعرفوها برشا ناس الحكاية هذيا، فهمتني؟ الحمد لله ويعطيكم الصحة أنتم اللي وصلتوا صوتي. يعطيك صحة. ميرسي بوكو وأنت محليك ما شابك. عايشك.